كمان جبتها في اول ما نزلت الجنينه وكان البنات وقال لي هيك لازم تشحات. قال لك هيك لازم تشحات؟ اه. انت عايز ايه دلوقتي طيب؟ انا عايز عربيه. عايز عربيه؟ طب خد يا عم سلمي. طب خد يا عم العربيه دي انا كنت جايبها لاخويا الصغير بس ما تغلاش عليك انا بجيب له واحده ثانيه بقى. استنى يا عم انا هجيبها تاني. العب العب بيها.